وصلنا دلوقتي لمقر الايفنت وهنا بنعمل التسجيل. التسجيل بيبقى هنا وبيلبسونا حاجه غريبه كده في ايدينا وطبعا النيم تاج علشان ندخل بقى جوه ونستعد ان شاء الله لبدء الايفنت. وصلنا للقاعه اللي هيتم منها اطلاق الاوبو فايند اكس في اجواء مليئه بالرعب واضاءه مظلمه واصوات زي ما احنا سامعينها. على فكره احنا في مصنع للكيماويات بس طبعا مقفول خلاص، تم اغلاقه من زمان، والمصنع ده او المكان ده خلاص ما بقاش مصنع للكيماويات. المكان ده هو اللي بيقام فيه حفل اطلاق كل سلسله الفايند من اوبو. النهارده الاوبو فايند اكس. انتهى حفل الاطلاق بتاع اوبو فايند اكس. الجهاز هيكون متوفر يوم 29 من النهارده للحجز المسبق، وهيكون متوفر اونلاين على مجموعه من المواقع الصينيه يوم 13/7 ان شاء الله. المكان اللي احنا فيه بدا يلف تاني علشان نرجع بقى لمكاننا الطبيعي بعد انتهاء الايفنت. دلوقتي في الاكسبيرينس زون علشان نشوف الجهاز يعني نبص بصة كده على الشكل طبعا بتاعه، الديزاين والامكانيات، بس طبعا الدنيا زحمة جدا، فانا منتظر بس مكان يفضى بحيث ان انا اقدر اروح ابص بصة كده على التليفون. يستحق حقيقة ان احنا نقول انه هاتف من المستقبل. النسخة اللي قدامنا دي نسخة شفافة تم تشغيلها بحيث ان هي تفضل تطلع الكاميرا وتنزل علشان نشوف الميكانيزم شغال ازاي من ورا. فالحقيقة تصميم عجبني قوي. اهم حاجة في التصميم او اهم حاجة في التليفون ده من وجهة نظري عجباني، رقم واحد الشاشة طبعا ما فيهاش كلام، رقم اتنين الفكرة بتاعت فتح الكاميرا والماتور اللي عمال بيطلع وينزل ده. الماتور ده من شركة شنايدر على فكرة، السوبر فوك، الشحن السريع في 35 دقيقة التليفون بيشحن بالكامل، فده شيء مبهر صراحة. خلصت استكشاف التليفون والحقيقة تليفون من المستقبل. حابب بس افرجكم القاعة اللي احنا كنا قاعدين فيها. ده المكان اللي هو اللي كنا قاعدين فيه. ده مكان دائري بيلف، كنا احنا قاعدين ورا هنا، والشاشة اللي ورايا دي هي اللي كان فيها الايفنت كله. اول لما قعدنا كان وشنا كده، بعد كده هي لفت لفه دائريه بحيث ان احنا يبقى وشنا الناحيه الثانيه علشان نشوف الفقرات بتاعه الايفنت. وبعد ما خلص لف ورجع تاني علشان نيجي على الاكسبيرينس زون اللي فيها بقى الموبايلات اللي احنا بدانا ان احنا نجربها في المكان ده. بعد ما خلصنا تصوير كان لازم ان انا التقي بسلطان الجحطاني صاحب اشهر فويس اوفر في الوطن العربي. صوتك مميز جدا في الفويس اوفر. الله يسعدك. اول شيء لي الشرف اني
قابلتك اخيرا. ربنا يبارك فيك. واتذكر اول فيديو تابعت لك كان فيه عن هاتف الانفينكس زيرو، وكان تقديمك من اروع ما يكون صراحه، فالله يعطيك العافيه. بالعكس انت قاعد تقدم شيء ومحتوى جدا جدا ممتاز، والله ما اقول لك يا مجامله، بس انت قاعد تقدم شيء رهيب. جزاك الله خيرا، والله اسعدتني بهذا الامر. انا كنت لسه هسالك انت متابع حد من مصر ولا لا، بس انت فاجئتني. لا انا الحمد لله متابع اخواني اللي هم انت ابو عمر واخوي يحيى رضوان. يحيى رضوان ان شاء الله ما قلت كلام خطا. نعم. ويقوم بالعافيه ان شاء الله. انا ان شاء الله. نعم. وبس هذا اكثر اثنين اتابعهم الصراحه ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. الله يقويك. واحنا متابعينكم كلكم. الله يسلمك. والتقيت بفيصل السيف في برشلونه ما شاء الله، وكنت انت هناك بس ما عرفناش نلتقي تقريبا، صح؟ نعم كنت عند بريسي. نعم. اي كنت موجود هناك. لي الشرف انا والله يا اخي الحبيب، وسعيد جدا بلقائك، وكنت احد المتابعين ليك من زمان. الله يسلمك. ويا ما تعلمنا منكم كل خير والله. الله يسعدك، لي الشرف. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. يعطيك الصحة والعافية يا احمد باريك. حبيبي عسى الله يعافيك. الله يعافيك، يعطيكم الصحة والعافية. سعيد جدا بلقائي بيك هنا، وكنت اتمنى التقي بيك في ام دبليو سي، بس ايه؟ لقيت صلاح فقط وفيصل السيف. انا كنت موجود بس انت انا عارف كنت لويا. موجود بس ايه؟ كان المكان كبير. انت شفت ليا فيديوهات قبل كده؟ شفت لك ايه، بس انا بهالصفه دريت انك ابو عمر. والله يعني كنت متابع او شفت فيديوهات بس. لا ما شفت تعرف. فيديوهات بس يعني ما كنت يعني بريان، ما كنت ادري ان بريان الا عقب كم صفحه. نعم. اي وقت الكنيه. هل متابع حد من مصر؟ اكيد. يحيى رضوان الله يكرمه بالخير، ممتاز. في اللاودي لويندي 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 تك لويندي هم مستانس عليه. في واحد من مصر بس معانا بالكويت، عمر دايزر. عمر دايزر ممتاز ممتاز ما شاء الله. فلا ما شاء الله قاعد تطلعون باشياء. الحمد لله. ما شاء الله داخلين ننافس معاكم. هي مو منافسه، مشاركه كثر ما نقدر. اي والله نتشارك. هي بنقول انها منافسه جميله. ايه. ومش عايزين ننسى ان احنا كنا بنتعلم منكم الاول. يعني حقيقه فعلا احنا كنا من المتابعين ليكم من الاول. الله يسلمك. وكنا بنتعلم منكم شرف لنا والله حبيبي. وسعداء ان احنا دلوقتي بنلتقي كتير يعني ان شاء الله. الحمد لله. دخلنا الايفنت وكان الجو شمس وحر، خرجنا والجو اتقلب تماما وهتمطر، فالامن قرر اخلاء القاعه فورا، ولازم ان احنا نمشي بقى. مش عارف ايه العلاقه. دلوقتي هنركب الباص وهنتوجه للمؤتمر الصحفي، وبعد كده نرجع على الفندق باذن الله. المؤتمر الصحفي خلص، وكان في فرصة كويسة ان احنا نتفرج بقى على الصندوق بتاع التليفون والعلبة ونشوف المحتويات بتاعتها. كان ناقصها اهم حاجة في العلبة وهي الجراب، لان الناس كلها عايزة تتخيل او عايزة تشوف الجراب لما هيتحط التليفون فيه، الميكانيزم بتاع الكاميرا هيشتغل ازاي. لكن للأسف هم ما كانوش جايبين الجراب، او دي طبعا نسخ اولية ما كانش فيها الجراب، لكن على الأقل شفنا الشكل بتاع التليفون والمحتوى بتاع العلبة، في شاحن سماعة، وفي الوصلة بتاعة من تايب سي للسماعة، لأن طبعا ما فيش مدخل سماعات 3.5 مليمتر، والكتالوج والتليفون طبعا. فدي كانت نهاية الإيفنت والمؤتمر الصحفي لإطلاق أوبو فايند إكس